الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. يعني يا بيلي من ينقصص إيماني كوامين وملائكة. الملائكة هم عالم غيبي لا نراهم. نعم. يعني وملائكة نيفيوم بفنيا تواني. خلقهم الله من نور. يعني الله سبحانه وتعالى موهوم بكوين نور يعني. يطيعون الله ولا يعصونه. يعني وانا مش الله سبحانه وتعالى نهاويزكم كفوركم فنيا مبايا. لهم أرواح. يعني وانا روحه كما زيل زيتو. وأجساد. يعني وانا مويلي. وعقول. يعني وفيلفي أنا وانا أكيلي. وقلوب. يعني وانا روحه كما زينيزي زيتو. نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام. يعني تنواميني وملائكة ووتي. وبمعلمنا الله من أسمائهم. يعني الله سبحانه وتعالى كتفونديش حتى مجينا ياهو. جبريل ميكائيل إسرافيل مثلاً. يعني جبريل ميكائيل إسرافيل نعم. وما وأعمالهم يعني مثلاً جبريل موكل بالوحي عليه السلام. الله سبحانه وتعالى في ذلك طبعاً بينا نكزيزا وفي جبريل يكون نموكل يعني أنا لتيه وحي الله سبحانه وتعالى أنا لتوه بيقول أنا لتيه نبيوك. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من صفات مثل لا يعصون الله ما أمرهم. يعني الله سبحانه وتعالى أكتفونديش فيلي فيلي كوكوبالي يعني صفة زاو يعني ما يعني مفانو واو هواويزي كم كوسي الله سبحانه وتعالى. نعم ونؤمن بجميع الأخبار التي جاءت عنهم والله أعلم. يعني تكوبالي يعني زيلي صفة زوتي وينيه ومكو جنازو الله سبحانه وتعالى كتوان بي.